إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. بالأمس كان في مؤتمر مهم جدا. المؤتمر دوت نتائجه معروضة هنا زي ما انتم شايفينه. الشخص دوت ده هيلث كير بيزنس ديفلوبر، اللي هو بيتابع اللي بيتابع المؤتمرات وينشر ما فيها. طبعا هو كاتب باللغة بتاعته، يعني سواء بقى أي لغة، لكن الترجمة بالإنجليزي برضو احنا هنترجمها. Yesterday was the day to speak the language of the cell. بالأمس اللي هو ميعاد المؤتمر كان اليوم اللي بنتعلم فيه إزاي نتكلم بلغة الخلية. تمام؟ The random STP pulses، يعني الومضات النبضية، يعني انك انت تعمل للخلية إشعاع نبضي، أي شيء نبضي، يعني نبضي يعني تك تك تخبط الخلية بأشياء نبضية. تمام؟ through the use of PRF، من خلال pulsed radio frequency اللي هو PRF أو التردد الحراري النبضي اللي هو اللي احنا بنستخدمه في علاج الألم، and direct action of the electromagnetic field. وبرضو لو تفتكروا كنا قلنا ان الحقل الكهرومغناطيسي اللي بيتولد من البلسد راديو فريكونسي او من التردد الحراري النبضي ده اللي احنا بنعالج بيه. تمام؟ اللي هو الاكشن بتاع الالكتروماجنتيك فيلد. انا مش عارف اترجم لكم طبعا، لكن برضو انا بترجم علشان في ناس بتعرف انجليزي بس بتفهم غلط. يعني causes increased production، بتسبب زيادة في إنتاج anti-inflammatory cytokines. الانتي-inflammatory أو الأدوية أو المضادات الالتهاب من داخل الجسم. يعني هم بيقولوا إن التردد الحراري النبضي اللي احنا بنستخدمه هو ده لغة الخلية الطبيعية، ده بيولد حقل كهرومغناطيسي بيزود إفراز المواد المضادة للالتهاب اللي هي الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز such as، زي ايه بقى؟ زي الجروث فاكتور. فاكرين معاملات النمو اللي احنا بنيجي نحقنها في الركبة او نحقنها في اي مكان؟ تمام؟ زي الجروث فاكتور وزي الانترليوكين 10. انترليوكين دي هتلاقي فيه انترليوكين 10 بقى وكذا انترليوكين. يعني فالمهم reducing the inflammatory response، هتقلل الالتهاب اللي موجود في الخلية أو في الأعصاب. تمام؟ This technique can be performed in a minimally invasive and transcutaneous manner. هذا الإجراء يمكن أنه نعالج به المريض non-invasive، ليس بشكل جراحي ولا شكل مهاجم. تمام؟ وأيضا من خلال الجلد. تمام؟ ده باختصار شديد هو التردد الحراري النبضي الذي نستخدمه، مش التردد الحراري اللي بيكوي الأعصاب، ومش التردد الحراري اللي بيحرق، ومش التردد الحراري بتاع الأورام الكانسر، ومش التردد الحراري بتاع الغدة الدرقية أو الثيرويد، مش التردد الحراري بتاع العلاج الطبيعي، مش التردد. انتوا أول ما بتسمعوا كلمة بتظنوا إنها كل شيء. أنا لما بحكي عن التردد الحراري هو التردد الحراري النبضي pulsed radio frequency، وليس ثيرمال، وليس الحارق أبدا. هذا ما نستخدمه، له تأثير معالج ومضاد لالتهاب الأعصاب ومضاد للالتهاب بشكل عام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.